السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هننفذ غرزة جديدة نقدر بيها نعمل حاجات كتير. ممكن نعمل بيها لبس صيفي أو لبس شتوي، كمان ممكن نقدر نعمل بيها بطانية للبيبي أو سكارف، يعني ممكن نعمل بيها شغل كتير. هنشوف مع بعض الغرزة سطر بسطر هيكون شغلها ازاي. طبعا اللي احنا شايفينه قدامنا هو ده الغرزة من الأمام، بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. لو حبينا نتكلم عن الغرزة، الغرزة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 5 زائد 2. كمان عندي الغرزة من الخلف بيكون ده شكلها. هنشوف السطور الخلفية هتكون ازاي. عندي عدد السطور بتبقى 10 سطور. طبعا بتتكرر السطور من السطر الاول حتى السطر العاشر. يبقى تاني العينة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 5 زائد 2، يعني انا هضاعف العدد 5 وفي الاخر هزود 2. عدد السطور عندي 10 سطور بيتكرروا من السطر الاول حتى السطر العاشر. وهنشتغل وهنشوف مع بعض سطر بسطر ونبدأ ان شاء الله في تنفيذ الغرز. بسم الله. عندي السطر الاول، هنبدأ وهنشتغل مع بعض. عندي هيكون السطر الاول زي السطر الثالث والسطر الخامس والسطر السابع. هنبدأ طبعا باتنين مقلوب، يبقى هنشتغل اول غرزتين مقلوب. الغرزتين دول مش هنكررهم، هنبدأ من بعديهم نكرر 5 غرز. من اول هنا هبدأ اكرر، هنشتغل 3 غرز عدل، يبقى النموذج العينة اللي هيتكرر عندي هو 5 غرز 3 غرز عدل. بعد كده هنشتغل 2 مقلوب، يبقى 3 غرز عدل وغرزتين مقلوب. ال5 غرز دولم هم دولم اللي بيتكرروا معايا حتى اخر السطر الاول. هنكرر تاني وهنشتغل مع بعض، هنشتغل النموذج اللي هيتكرر اللي هو 3 غرز عدل وغرزتين مقلوب. ال5 غرز دول بيتكرروا حتى نهاية السطر الأول. وزي ما قلت إن السطر الأول هنشتغله، وهنشتغل السطر الثالث والسطر الخامس والسطر السابع، هيكون بنفس النظام. هنبدأ بغرزتين مقلوب ودول مش هنكررهم، هنكرر بعديهم 5 غرز 3 غرز عدل 2 مقلوب. يبقى احنا كده خلصنا السطر الاول وشوفنا مع بعض طريقة شغل السطر الاول. هنبدأ مع بعض نشتغل السطر التاني من السطور الخلفية. شغل السطر التاني هيكون شغل السطر الرابع والسادس والثامن. يبقى هنبدأ مع بعض نشتغل السطر التاني، هنشتغل اول غرزتين هيكونوا عندي عدل ودول مش هكررهم، هنبدأ من بعديهم نكرر 5 غرز. يبقى الاول غرزتين دول بنشتغلهم مرة واحدة بس. هنبدأ بعد كده نكرر 5 غرز 3 غرز مقلوب، بعد كده هنشتغل 2 عدل. يبقى 5 غرز عندي بيتكرروا حتى نهاية السطر التاني، 3 غرز مقلوب 2 عدل. بنكرر ال5 غرز دول حتى نهاية السطر. يبقى تاني السطر التاني والسطر الرابع والسطر السادس والسطر الثامن بيكون شغلهم زي بعض. بنبدأ بغرزتين عدل ومش بنكررهم، بنكرر 5 غرز بعديهم. 5 غرز شغلهم ازاي؟ 3 غرز مقلوب وغرزتين عدل. يبقى احنا مع بعض بنخلص السطر التاني وبنكرر 5 غرز اللي بيتكرروا عندي حتى نهاية السطر. يبقى انا كده خلصت شغل السطر التاني. هنشتغل السطر الرابع والسطر السادس والسطر الثامن زي السطر التاني بالظبط. وزي ما انتم شايفين معايا انا كده خلصت 8 سطور. اشتغلت السطر الاول والثالث والخامس والسابع بالظبط زي السطر الاول. وبعد كده اشتغلت السطور الخلفية اللي هي السطر التاني والسطر الرابع والسطر السادس والسطر التامن زي بعض. كده احنا خلصنا 8 سطور. هنشتغل مع بعض السطر التاسع، وده الاهم سطر عندي في شغل الغرزة.
هنشوف مع بعض السطر التاسع هيكون شغله ازاي. هنبدأ وهنشتغل اول غرزتين هيكونوا عندي مقلوب، ودول مش هكررهم، هنشتغلهم مرة واحدة بس. يبقى اول غرزتين هيكونوا مقلوب وهنشتغلهم مرة واحدة بس. هنبدأ من هنا نكرر 5 غرز. هنشتغل اول غرزة عدل، تاني غرزة مش هشتغلها عدل، من هنا هنزل بيها 6 سطور لأسفل، هنسلتها بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، 1 2 3 4 5 وآخر حاجة 6. لازم يكون عندي 6 سطور، وبعد كده هاجي أدخل الإبرة في الغرزة. يبقى طبعا عندي لازم افصل الخيط كويس، هدخل الابرة في الغرزة وبعد كده هدخل، يبقى زي ما انتم شايفين معايا دي 6 سطور، انا فكيت الغرزة لازم يكون عندي 6 سطور. هاجي ادخل الابرة اليمين في الغرزة وبعد كده ادخل الابرة من تحت ال6 سطور اللي احنا شايفينهم اللي احنا فكينهم مع بعض. هشتغل وهاخد، هعمل لفة وهاخد غرزة واعديها من تحت الخيط، وبعد كده هقفل الغرزة ديت على الغرزة اللي انا عملتها، وده الشكل النهائي لشغل الغرزة. بعد كده هشتغل غرزة عدل، هجيب الخيط قدام الشغل وهشتغل 2 مقلوب. يبقى هو ده ال5 غرز اللي احنا هنكررهم لغاية اخر السطر. يبقى اهم حاجة لازم ناخد بالنا من الغرزة اللي احنا عملناها وخدناها بعد ما فكينا 6 سطور من الغرزة. هنكرر تاني وهنشوف شغل الغرزة. اول غرزة باخدها غرزة عدل، بعد كده بوقع الغرزة التانية من على الابرة وافك، ولازم يبقى عندي 6 سطور. يبقى احنا بنفك الغرزة وننزل بيها ل6 سطر. يبقى زي ما انتم شايفين لازم نفصل كويس الغرزة وناخد بالنا ان لازم يكون 6 خطوط خيط قدامنا، لو عدناهم هنلاقيهم 6 خطوط زي ما انتم شايفين في الفيديو. وبعد كده بدخل الابرة اليمين في الغرزة وادخلها تحت الخيط واخد غرزة عدل، بعد كده هقفل الغرزة اللي هي على الابرة على الغرزة اللي انا عملتها، وبعد كده بشتغل غرزة عدل، بجيب الخيط قدام الشغل واشتغل 2 مقلوب. يبقى احنا بنكرر ال5 غرز اللي احنا شفناهم مع بعض، بنكررهم حتى نهاية السطر. زي ما قلت لكم ان ده اهم سطر عندي في سطور الغرزة اللي هو السطر التاسع. يبقى زي ما انتم شايفين معايا انا لازم افصل الخيط كويس، يبقى كده احنا فصلنا 6 سطور بالظبط. يبقى زي ما انتم شايفين انا عندي لازم يكون عندي 6 خطوط قدامي، هدخل الابرة في الغرزة وهدخلها تحت ال6 سطور دول، بعد كده هاخد غرزة وهقفل الغرزة اللي على الإبرة على الغرزة اللي أنا عملتها وهشتغل غرزة عدل، هجيب الخيط قدام الشغل هشتغل 2 مقلوب. وبكده ينتهي عندي السطر التاسع. شفنا مع بعض شغل السطر التاسع، وده أهم سطر عندي في شغل الغرزة. وصلنا مع بعض لآخر سطر عندي في سطور عينة الغرزة اللي هو السطر العاشر. شغله زي شغل السطر التاني بالظبط، هنبدأ ب2 عدل ودول مش هيتكرروا تاني، هنبدأ من بعديهم نكرر 5 غرز. 5 غرز هنشتغل 3 غرز مقلوب، غرزتين عدل، وطبعا ال5 غرز بيتكرروا حتى نهاية السطر العاشر، وبانتهاء السطر العاشر يكون عندي العينة عندي انتهت، وكده خلصنا شغل نموذج العين. طبعا انا هنا عملت نموذج العينة بخيط سميك،
في بداية الفيديو احنا انا نفذتها في خيط رفيع، يعني انا حبيت اوريكم نموذج العينة بالخيط السميك والخيط الرفيع. يعني الغرزة تنفع صيف وتنفع شتاء، الغرزة شغلها بيبقى جميل جدا، نتيجتها بتبقى رائعة. اتمنى ان انتوا تطبقوها، وانا في انتظار تعليقاتكم. يبقى احنا كده بننتهي من شغل السطر العاشر، وده الشكل النهائي لنموذج العينة بعد ما خلصنا 10 سطور بيتكرروا طبعا من السطر الاول حتى السطر العاشر. وزي ما قلت لكم ده اللي انا نفذته معاكم دلوقتي، دوت خيط سميك اللي احنا شفناه مع بعض في بداية الفيديو، كان خيط رفيع، يعني نقدر نشتغلها بخيط سميك او خيط متوسط الحجم او خيط رفيع زي ما انتوا عايزين. اتمنى ان يكون الشرح واضح والفيديو ينال اعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.